سعيد جدا بوجودي مع حضرتك استاذ انا وهند في برنامج فترات النادي الاهلي بيتنا كلنا احنا يعني بنحب بنحب الاهلي وبنحب <applause> قناته وبنحب كل حاجه في الاهلي انا بشكرك جدا ومنورنا وعايزه بس انا ارجع لك شويه باحساسنا احنا كمصريين واحنا بنسمع في كل بطوله وفي كل رياضه مختلف فيه في اولمبياد طوكيو بارالمبيكس طبعا طوكيو كل بطل كان بيحصل مصري طبعا بيحصل على ميداليه حتى لو بر... اصل الفضي اكيد والذهبي والبرونزي كلها ميداليات اكيد كنا بنسعد اكتر بالذهبيه لكن اي ميداليه بترفع اسم مصر وعلم مصر والنشيد الوطني في محفل دولي كلنا بنسعد جدا وبنفخر ف واحنا بنتابعك وانت بتتوج كمان بالبرونزيه في طوكيو 2020 كان كلنا فرحانين كلنا كنا بجد كان كل بيت مصري فيه ابن ليه هو اللي فاز ده بجد شعورنا كمصريين لما اي مصر بيحقق نجاح تحديدا كمان على المستوى الرياضي فده بس كان لازم انقله لك مشاعرنا وقتها انت شرفتنا ونتمنى انك تشرفنا اكتر بقى وتستمر في النجاحات دي باذن الله في باريس 2024 عشان كده هبدا معاك سؤالي في خلاص بشكل رسمي كابتن محمد انت مترشح معانا وخلاص هتسافر معاهم ان شاء الله في ليه باريس 2024 خلينا نفهم منك برضو ده بيتم ازاي هو انا الحمد لله شاركت في اربع دورات اولمبيه قبل كده اول مشاركه ليا كانت بكين 2008 ومرور بلندن 2012 حققت فيها الميداليه الفضيه وريو 2016 ما كانش ليا التوفيق فيها ما ربنا ما ارادش ليش التوفيق فيها وبعدين اخرها طوكيو اخرها طوكيو وطوكيو طبعا كلنا عارفين ملابساتها بالكورونا بالحاجات بتاعتها فكانت خمس سنين بدل ما تكون اربع سنين احنا بنيجي عامه من الدوره الاولمبيه بنستعد خلاص بنرمي صفحاتها وبنستفيد من سلبياتها وبنزود وبنزود ايجابياتها فبنيجي من الدوره بنفكر في اللي بعديها مباشره اه فاحنا طبعا جينا من طوكيو خلاص باريس باريس المره دي مختلفه لانها ثلاث سنين بس بدل اربعه فاحنا كنا 25 آه كنا المفروض ان 2021 كان المفروض تبقى 2020 فطلعت في 2021 ترحلت سنه فطبعا باريس بقى بعدها بثلاث سنين بدل اربعه فطبعا الاستعدادات لازم ان تكون بشكل مكثف اكتر بالزبط. لباريس الاتحاد اه الدولي عندنا عامل اه عامل حاجه ان انت تبقى مؤهل للدوره البارالمبيه باريس اه ان انت تكون جوه التوب توب 8 تكون جوه الثمانيه الاوائل على مستوى العالم كويس فانت دخلت جوه الثمانيه الاوائل الاو على الاو... الاو... مستوى العالم فانت اوريدي خلاص مؤهل لايه؟ ل... باريس. طيب هل اكتفينا بكده؟ لا ما اكتفيناش، تشارك في بطولات معينه لو ما شاركتش تبقى فاقد شروط من التاهل، انت اوريدي آه. مؤهل جوه الثمانيه بس لو ما شاركتش في بطولات معينه دي هتبقى مفتقد شروط. احنا عملنا كل شروط طبعا استوفيناها ان انت تشارك في بطوله افريقيه. انت شارك في بطولتين عالم كانت جورجيا 2021 وبطوله العالم uh, 2023 <applause> كانت في دبي والسنه دي بقى 24 من استكمالا لاخر شروط التاهل ان انت تلعب بطولتين دوليتين طبعا في على الكالندر الدولي حوالي مثلا 10 بطولات انت مطالب اجباري انت شارك في بطولتين دوليتين منهم فاحنا ان شاء الله عندنا بطوله في شرم الشيخ الشهر الجاي الشهر الجاي باذن الله وديت هتبقى بطوله مصر الدوليه ان شاء الله ومصر ما شاء الله احنا عندنا اللجنه البارالمبيه بننظم بطولات كبيره ومختلفه والله على دولات كل دولات المستويات فعلا مصر بقت تقريبا هي من اكثر الدول اللي بتستضيف عدد كبير من البطولات كمان تحديدا المؤهله للاولمبياد والبارالمبيات فيعني ده تطور أه. رائع جدا طبعا في هذا الملف طيب احنا كده فهمنا فكره الـ الـ يعني الالتحاق والتصعيد للأولمبياد خليني بقى اكتر وبرده الساده المتابعين يعرفوا اكتر عن ابطال يعني إحنا بنتكلم دلوقتي بجد مع بطل رفع اسم مصر وعلم مصر والنشيد الوطني يعني تم علشان هو نجح فدي حاجه مش بسيطه يعني العالم كله كان بيسمع نشيد الوطني بغض النظر عن الترتيب بتاعك بس انت برضو حققت حاجه مش اي حد بيعرف يوصل لها فمحتاجين نعرف باك البطل بتاعنا انت بتشتغل ولا لا كابتن محمد متفرغ تماما للرياضه ولا لا طبعا قبل اي بطوله كبيره تحديدا اللي هنتكلم على البارالمبياد بيبقى محتاجه نظام معين محتاجه صرف معين محتاجه اهتمام معين كل ده متوافر ولا لا عايزين نعرف اكتر هو طبعا اول حاجه ان انت ترفع علم بلدك في اي محفل دولي ده, ده اللي بيحسسك ان انت عملت حاجه ان انت شفت علم بلدك بيترفع في مكان ولما تسمع السلام الوطني يعني تكون واخد ميداليه ذهبيه بيبقى طبعا احساس اكبر فان انت ترفع وتشوف علم بلدك, بلدك تكون انت جزء مشارك في ان علم بلدك بيرفرف في, في اي دوله في على مستوى العالم ده طبعا احساس بيحسسك ان التعب اللي انت تعبته والمجهود اللي انت بذلته ده ما راحش هباء بالنسبه بقى للاستعدادات والتجهيزات وكده احنا بنبقى في معسكر مغلق احنا في معسكر مغلق من ساعه ما جينا من من اولمبياد طوكيو في معسكرات مغلقه دايما لان في بطولات لازم تشارك فيها ولازم تتاهل من خلالها وهي بطولات برضو بنمثل فيها مصر وبنرفع فيها العالم المصري الحمد لله وانا شاركت في بطوله العالم حققت برونزيتين وحققت ذهبيه كاس العالم اللي كانت هنا في القاهره وحققت ذهبيه كاس العالم اللي كانت في في, ف... ف... هنا في ف... افريقيا مفتوحه يعني الحمد لله احنا ده كله تاهيل وده كله استعداد احنا حاليا دلوقتي موجودين في المعسكر والمعسكر مش هيتفك لحد باريس ان شاء الله ده معسكر مغلق معسكر لغاية معسكر مغلق فريس. معسكر مغلق انا انا مثلا يعني ده هيمتد آه لاشهر اه انا آه طبعا هو الست شهور جايين خلاص هو فاضل عليه ست شهور آه. فاحنا في معسكر مغلق ما بنخرجش منه لان في بطولتين آه. بطولتين هنشارك فيهم قبل الاولمبياد معنى كده ان لو حد عنده ارتباطات اخرى اعمال يعني الموضوع برده بيمشي انا انا, أنا مثلا أنا, انا مثلا بالنسبه لي انا موظف في المصير للصلاه هو مش لازم نقول الاسم والله موظف في مكان عادي يعني يلا عادي انا موظف في مكان طبعا الوزاره بتطلع لنا تفرغ رياضي لاي حد من بالمده اللي انتم محتاجينها اي حد موظف بيشتغل في مكان بياخد بيطلع له تفرغ رياضي التفرغ الرياضي ده بيتقدم في مكان وظيفتك وبناء عليه انت بتبقى مقيم في المعسكر وبتبقى موجود في المعسكر حتى لو امتد الاشهر بيحطوا المصلحه دي الرياضيه المالية وده وده شيء كويس جدا طبعا كويس. من 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 وزاره الشباب والرياضه ومن معالي رئيس الوزراء ده قرار من من زمان ومطبق حتى الان ده طبعا بيخليك ان انت لانك انت متفرغ رياضيا انت لو اشتغلت بحاجات تانية هتبقى ده ياثر عليك بشكل كبير جدا طبعا فاحنا في معسكر حاليا في المركز الاولمبي في المعادي والمعسكر بي بي بيتنقل حسب البطولات وحسب كده وممكن معسكرات خارجيه ممكن حاجات زي كده انا ف... عملت زياره على فكره في المركز الاولمبي وصورنا بتنا. اه وتصور... بيتنا للمركز الاولمبي صورنا إحنا... الاجواء على فكره هو محتاج بعض الحداثه شويه يعني او التطوير لا. لكن هو في المجمل مستوعب كل الابطال وده هو... برضو امر جيد هو 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 طوروا فيه جزء كبير جدا كان الاول طبعا كان اصعب من كده بكتير آه. احنا حاضرين في المركز الاولمبي انا بلعب في مركز يعني انا من, من اول ما دخلت الرياضه من 2005 وانا في المركز الاولمبي لحد الان فيعتبر عمري يمكن قضيت في المركز الاولمبي اكتر ما قضيت في بيتي وهو كان الاول كان صعب شويه لما اتجدد بقى ايام اولمبيات ريو فطبعا يعتبر عادوا إنشاء عادوا انشاؤه هم هدوا كل حاجه وقعدوا انشاؤه وطبعا المركز الاولمبي فيه الامكانيات اللي فيه الصاله والصالات الكامله التجهيزات بتحسسك ان انت برضو

وان شاء الله باريس باذن الله بحلم الدهب باذن الله اه نفسنا فعلا لان, لأن انت كابتن محمد برضو قدها يعني إن شاء الله. انت تاريخك كبير جدا وبطولات مختلفه فليه إيه لا يعني فعلا اعتقد ان هي كمان وانتوا على فكره انا متابعه فانتوا فعلا الاستعداد وان كان المره دي او النسخه دي الفتره فيها شورت نوتس شويه او يعني ضيقه لكن انتوا بادين شغل من انتهاء طوكيو ده اللي انا عارفاه يعني وده اللي دايما بيتقرر لما بنسال هذا التساؤل هل الاستعدادات كافيه ولا لا طيب إيه خلينا برضو نتكلم شوية كابتن محمد عن اللعبة إحنا دلوقتي بنتكلم عن دول أخرى بننافسها ودول يمكن برضو عندها إمكانيات أكبر، أنا ما أجي أتكلم إن أنا النسخة دي من الأولمبياد بقى والبارالمبياد بتاعت باريس أنا عايز أحقق نجاحات مختلفة، فده عشان يتعمل أكيد بيتطلب شغل على الأرض كبير وبيتطلب كمان إن أنا أفهم وأدرس المنافسين بتوعي بشكل كبير، مين أكتر المنافسين اللي إحنا ممكن نقول مش هنقلق منهم بس هم متفوقين شوية فنيًا عننا واللي لازم نعمل لهم حساب كبير. هو احنا طول عمرنا في رفع الاثقال منتخب مصر مصنف ما شاء الله يعني من الاربعه الاوائل هي. يعني احنا في بطولات مثلا ناخد اول بطوله ناخد ثاني بطوله ناخد ثالث بطوله يعني ما بنقلش عن ثالث البطوله بس احنا في التصنيف العام من الاربعه الاوائل على مستوى العالم طبعا عندنا طبعا مصر طبعا ربنا ان شاء الله دايما في الاوائل وفي منتخب الصين لانه عنده فرق فريق كامل فريق كامل في كل الموازين بيبقى بينافس يعني فريق سيدات وفريق رجال منتخب الصين منتخب هي الصين آه في كل الالعاب آه انا نفسي آه ما اسمعش حتى في رفع الاثقال الصين اه طبعا ده ده ده, ده في تغول في كل الرياضات حتى اللي هي مش كومن عندهم او مش تبع حتى لتكوينهم الجسدي يعني غريبه جدا آه هم في كل الرياضات في, في سواء جسدي او حتى في رفع اثقال الاسويا حتى في ال وطبعا بقى في, في كل حاجه في كل حاجه والسباحه طبعا في بشوفهم برضو يعني هم شعب مختلف هم شعب <applause> بس هم شعب جميل انا لا لا محترمين بيكليم. جدا الأسيويين طبعا اه لقيت أولمبيا وكان وحسيت ان هم هم شعب جميل جدا جدا يعني واليابانيين على فكره والشعوب دي لا بتبقى بف... فيري آه. في معاملتهم كمان تمام آه فطبعا عندنا الصين عندنا منتخب نيجيريا فريق برضو كامل وعندنا منتخب ايران دي دول الاربعه الاوائل طبعا بقى على مستوى الدول الثانيه على مستوى العالم تبص تلاقي في كل دوله في لاعب اثنين ثلاثه مميزين مم. بس اللي عندهم فريق كامل واللي دايما معاك في البطوله منافس صيني ومنافس نيجيري ومنافس ايراني يبقى انت معاك منافسه مع مع ثلاثه اقوياء وانت طبعا كدوله قويه وكفريق قوي كمنتخب قوي يبقى انت منافسه وفي دول تانية بقى بتطلع ايه بتطلع ممكن يبقى ايه يعني على مستوى الدول العالم بقى الثانيه مثلا احنا مم. في البطولات بيبقى 145 دوله في اخر بطوله كانوا مشاركين فال 145 دوله دول بقى في بقى من كل الدول دي بقى في لاعب ممكن يبقى في ميزانك في ميزان ثاني في لاعب من الفريق ده في لاعب اثنين لاعيبه في ثلاثه لاعيبه في اربعه لاعيبه فتبص تلاقي ايه المنافسه بتبقى كده لكن الدول اللي عندها فريق كامل وعندها منافسه قويه هم دول اربع دول على مستوى العالم اللي عندهم فريق كامل. طيب انا عايزه اسالك سؤال وجاوبني ممتاز صراحة دايما الجهاز الفني لازم يكون جهاز فني متكامل خصوصا لما انا بتكلم ان انا باهل ابطال لمحفل دولي زي ده الجهاز الفني بيتكون من مين عندكم وهل في فعلا يعني اهتمام بالشق النفسي والشق الغذائي يعني ما ده كل ده واحمال طبعا وغيره كل ده مهم جدا يعني لان بعض الـ 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 الابطال بيقول لك لا مش مهم انا بعتمد على نفسي يعني كان معايا بطل قبل كده بيقول لي لا انا اللي عامل التغذيه لنفسي قلت له لا بس هو يعني حتى لو انت دارس لازم يكون والاتحاد موفر لك حاجه زي كده فيعني في الصوره ازاي معاك برضو كابتن محمد هقول لحضرتك بقى الصوره كامله الصوره حاليا احنا عندنا ما شاء الله مجلس اداره بتاعنا مجلس اداره اللجنه البارالمبيه جايب لنا خبير من تشيلي اسمه اندرو ده عنده فكر مختلف احنا في مصر ما شاء الله عندنا مدربين اكفاء وعلى اعلى مستوى آه. بس بينقصنا الفكر المختلف مم. يعني ايه اللي هو ايه اللي هو تجديد الفكر يعني عشان شوية, آه يمكن شويه عشان عشان اربط الفكر الطريقه الحديثه مع الطريقه المصريه اللي هي مطلعه اجيال ما شاء الله فعشان اربطهم فالفكر ده بيساعد معانا ما شاء الله معانا طبعا كابتن محمد عزت راجل جميل جدا مع الـ مع الـ مع اندرو وكابتن شعبان يحيى وكابتن هاني محمود مم. ده الجهاز الفني بتاعنا موجود حاليا احنا معانا جهاز طبي حاليا ما شاء الله يعني لسه بقى يعني كان كان اتغير على على الاجهزه أزت. يعني الجهاز بيتغير جهاز الطبي بس حاليا لسه من حوالي مثلا اسبوع الدكتور جاء معانا اجتماع الدكتور سامح هو جميل جدا ومشكل فريق طبي متكامل في التغذية في الإعداد البدني في, 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 في الإصابات والملاعب في, الـ في كل حاجة هو جاي فريق طبي كامل مع وجود معانا الدكتور من بقى له اسبوع بن بنس... اه ده بقى له اسبوع ده مخصوص عشان ال... كان, كان في قبليه طبعا بس اتغيروا جاب مجموعه ثانيه مجموعه عشان فويس. عشان بقى ان شاء الله تكمل لباريس عشان الفتره الجايه طبعا ايه بتبقى الاحمال اعلى والاصابات اكتر وكلام من ده فيبقى انت استشفائك اسرع لو انت عندك اي مشكله حلو جدا يعني الجهاز الفني نقدر نقول متكامل الجهاز الفني آه والتغذيه الحمد لله في المعسكرات المخطر. حضرتك بتاكد ان هي دلوقتي احنا في معسكرات مغلقه لان دي برضو تمام بتكلف بشكل كبير تمام تمام فانتوا في معسكرات بالفعل مغلقه تمام. طيب آه كده احنا بنتكلم ان ايه تاني النواقص الموجوده عشان اقدر اقول ان انا اللعيبه بتاعتي رايحه بكامل لياقتها بكل الطاقات الموجوده بكل الامكانيات المتاحه متوفره ليها فما جيش بعد كده اقول اصل انا كان عندي تقصير مع محدش حل لي مشكلتي كذا في اي نواقص اخرى كابتن محمد احنا بنتكلم مش عشان نشتكي عشان نوصل الصوت عشان دي الفتره اللي نقدر نحل فيها لو في نواقص او في مشاكل فلو في اي حاجه حضرتك بترغب اي مسؤول يسمعك فيها ده دورنا كاعلام وصله هو بالصوره اللي احنا فيها والصوره اللي احنا فيها اللي هي الحاليه مفيش نواقص النواقص لما ببص الاقي مثلا الجهاز الطبي مثلا ده مش موجود او 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 اتغير او حصل تاني أوه. الفتره الجايه مثلا انا مثلا الدكاتره اللي موجودين وكده ببتدي اتعاون معاهم بيبقى في برنامج كورس معين مثلا لو انا عندي مشكله ففي الوقت الحالي بالشكل اللي احنا فيه ده مفيش نواقص كويس. لسه طبعا الدكتور التغذيه اللي جاي لسه ما قعدناش معاه لسه هنعرف برضو الدكتور التغذيه جه وهنعمل ايه لكن بالصوره الحاليه جهاز طبي جهاز فني واداري مجلس اداره موفر لنا معسكرات مغلقه الصوره دي هي دي الصوره المتكامله لانك انت تطلع مديات اولمبيه يعني أولمبيئة دي الصوره جدا. دلوقتي نقدر نقول الصوره الحاليه هي دي الصوره المطلوبه اوقات بيبقى فيها مشاكل لما بيكون في نقصان في حاجه ما او عنصر ما حلو جدا احنا اطمنا عليكم دي نقطه مهمه خليني بقى اروح معاك برده لمتوسط الاعمار عندنا احنا تقريبا من سن كام لكام وعلى مستوى الرجال والسيدات انا حابه اعرف برده تمام متوسط <متواصل> الاعمار عندنا عندنا احنا حاليا بقى في خلط ودمج ودي كانت حاجه مفتقدينها الفتره اللي فاتت بين الاعمار الصغيره وبين الاعمار الكبيره عشان يبقى في الخبرات وعشان برضو التواصل الاجيال <ممم> فحاليا دلوقتي احنا معسكرين عشان بطوله شرم الشيخ دي 40 لاعب ولاعيبه هيشاركوا في البطوله اه <مم> ال 40 لاعب ولاعيبه احنا اصلا في البطولات الاولمبيات مثلا التوتال بتاعنا اقصى ماكسيمم لو انت اهلت العدد اللي عندك كله 8 هيبقى 8 وثمانية. فانت معاك دلوقتي حاليا 40 لاعب ولاعيبه اللي هيشارك منهم كام 16 يعني ال 24 اللي فاضلين دول هيبقوا امتداد للفترات, للفترات اللي جايه طبعا كلهم اعمار صغيره واعمار واعمار ولاعيبه خامات ان شاء الله مبشره ف فان شاء الله نتمنى بقى ان لان هو تواصل الاجيال ده هو ده اهم حاجه ان 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 بتيجي فتره لو انت ما اهتميت بالمجموعه اللي موجوده معاك بس تيجي مثلا عليها فتره خلاص بيبتدوا وده في كل الالعاب حتى في في الالعاب الجماعيه حتى في الكوره لازم انت برضو تدخل عناصر جديده مع العناصر الموجوده لان الخبره مهمه وال والعناصر الشابه مهمه لان هم الامتداد العناصر الشابه بكره هتبقى خبره اخرى وهيجي لها عناصر شابه ثانيه هي ده ف... والمهم كمان ان انت تستغل العناصر بتاعتك بقى بعد انتهائها من خلينا نقول اللعب أو يعني الممارسة هذه الرياضة في التدريب أو في الخبرات بقى الخاصة إن هي تمد بالخبرات بتاعتها، يعني بتفكر في حاجة كده كابتن محمد أصلاً إن أنت تروح بعد كده مثلاً في مجال التدريب أو حتى لو التحكيم أكيد ممكن أكيد طبعًا أو الإدارة في الرياضة أكيد دي. طبعاً أنا طبعاً طول ما أنا لاعب أنا بفكر أنا لاعب، أنا حالياً لاعب فمفكرش في فيما بعد اللعب إيه، بس طبعاً بفكر إن أنا لو أنا في مكان هعرف أفيد فيه أو هعرف أضيف فيه اللي هي لي إضافة هتواجد فيه هو بالمناسبه السن يعني الاقصى سن لممارسه هذه الرياضه رفع الاثقال بيبقى في سن معين ولا ممكن ممتده <applause> للعطاء يعني الامتداد حضرتك. للعطاء <applause> احنا لعبتنا بقى مختلفه في كده في العاب فيها سن معين بيبقى يعني مثلا الجمباز 22 سنه 23 سنه وبص لاقي خلاص انت يعني مش هتعرف تكمل اكتر من كده لانها لعبه بتبتديها من ثلاث سنين كنت فيها ساعات تدريب طبعا في في المعسكرات يعني خمس ثواني دول بياخدوا خمس ساعات تدريب مثلا على الاقل اه بس بس البادي اللي انا عملته والقوة العضليه اللي انا عملتها ما بتروحش بسرعه انت تراكميه احنا اللعبه تراكميه عشان كده احنا في معسكرات في معسكرات دائما مغلقه عشان تراكم عشان النهارده حققت رقم بكره هتراكم وهعمل وهعمل رقم جديد فالعماره الصينيه عندنا مثلا في لاعب اسمه محمد خميس في الامارات عنده دلوقتي 53 سنه مم. ولسه بيلعب وبيأدي وبيجيب ميداليات ف <applause> هو... هو هو بيلعب في الامارات يعني هو 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 بيلعب في... هو لاعب منتخب الامارات اه هو يعني لق... هو مصري بس لا لا هو اماراتي اه اوكي اصل انت قلت, قلت عندنا في عن... التقاط... لا في يعني عندنا في ال... في آه، الاتحاد بتاعنا <applause> عندنا لا لا عندنا في ال... اوكي في, ال... في الرياضه في البارالمبيك جيم بقى ف... فمثلا ده نموذج يعني في نماذج زي كده العناصر الشابة دي بتبقى بتبني لسه بقى بيبني بقى زي لحد ما يوصل مثلا يعني عندنا أفضل مرحلة لبناء قوة وبناء طفرة بتبقى من مرحلة 23 سنة لمرحلة 28 سنة <applause> الخمس سنين دول اللي تبني فيهم وبعد كده بقى البنايات اللي بعد كده بتبقى ممكن اقل درجه بس اللي بتبنيه في الم... في ال... في الخمس سنين دول بيبقى هو اللي بيساعدك بعد كده في السنين اللي بعد ممكن بقى عمرك الرياضي يطول لحد بقى انا انا حخت... ما انا قلت لك العطاء ل... يعني ممتد يعني لغايه القدره كمان م. على عليها. طيب خليني اسالك وهختم بالسؤال ده برضو على المستوى الشخصي بقى كابتن محمد مين الداعم ليك متزوج يعني خلينا نعرف عنك اكتر انا متزوج من 2008 زوجتي ربنا يبارك لي فيها يعني ويخليها لي دعم كبيره ليا جدا 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 يعني لانها طبعا بتستحمل هي دلوقتي بتقوم بالدورين الاتنين في البيت والاولاد طبعا عندي ثلاث اولاد آه طبعا هي بتقوم بالدورين الاثنين في البيت وقايمه ومتماسكه متماسكه <applause> الفترات دي كده لان طبعا الزواج يعني بيبقى الناس تيم فيه فريق واحد لازم يعملوا كده دي حقيقه ومن آه آه من 2008 وعندي ثلاث اولاد وقبل ما, ما اتجوز كان والدتي ربنا يخليها لي واديها طول العمر ووالدي كانوا داعمين ليا بشكل كبير جدا على الرغم من ان الاسره عندنا كانت امكانياتها محدوده بس كانوا بيوفروا لي كل المتاح لان مثلا انا محتاج تغذيه محتاج كده كانوا بيوفروا لي كانت ربنا يخليها لي والدتي مثلا كانت تعمل لي الاكل وت... عليا ما مش واكله منه ازاي 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 امي لا يعني يعني صعب عليا يعني لان هي عايزاني ابقى كويس هي عايزاني أبقى في المكان ده افضل وده ربنا يديها الصحه وتحيه كبيره جدا ليها لان والله بجد البيت دايما هو بيبقى الاساس يعني لما بيبقى اهتمام وفيه دعم كبير فعلا بيبقى فيه اشخاص بعد كده ناجحه فتحيه كبيره جدا لكل الحي الامهات وكل الاباء طبعا <applause> يعني كل الاشخاص اللي في عيلتنا اللي دايما بيدعمونا ده مهم جدا تحيه كبيره لزوجه حضرتك ربنا يقويها وتاني هرجع وهختم بجد كابتن محمد نموذج محترم بنفتخر بيه بجد والله دي مش مجامله ان شاء الله في باريس وترفعوا على مصر واسم مصر هرجع اقول تاني احنا بنشعر كان بيتنا اللي فيه بطل يعني حد من افراد الاسره شكرا ليك جدا شكرا لحضرتك قدم 35 سنه 36 سنه وكده في الالعاب القوى الانفجاريه اللي زي عندنا احنا لعبتنا قوى انفجاريه قوى انفجاريه يعني ايه المباراه بتاعتي بتبقى عباره عن خمس ثواني باخد البار بنزل بيه اثبت ثانيه